لم تقف جمعية بسمة الخيرية بولاية عين الدفلة مكتوفة الأيدي أمام تفشي جائحة كورونا. ضاعفت الجهود عبر مختلف فروعها المتواجدة ببلديات ولاية عين الدفلة، وخاصة مكتب بلدية العامرة. كثفت من نشاطها من أجل تعزيز العمل التضامني والخيري مع العائلات المعوزة والمتضررة من الحجر الصحي. مساعدات غذائية ضرورية جمعتها جمعية البسمة بفضل سخاء المحسنين وكرمهم. قامت الجمعية بتوزيعها على الأرامل والأيتام والعائلات الفقيرة بمختلف بلديات ولاية عين الدفلة. مدت الجمعية يدها لمن ضاقت بهم الدنيا وقهرهم الفقر ولم يجدوا ما يأكلون ويشربون. تحت شعار بتضامننا نجتاز المحنة، قادت جمعية البسمة عشرات الحملات التضامنية مع العائلات المحتاجة، تعقيم المدارس الابتدائية والمؤسسات التربوية بالإضافة إلى المرافق العمومية كان أيضاً ضمن أولويات جمعية البسمة، ومحاولة التقليل من انتشار جائحة كورونا. عمليات واسعة أيضاً قادتها الجمعية لتنظيف الشوارع والساحات وتعقيمها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح الحماية المدنية. جمعية بسمة الخيرية بادرت أيضاً لفتح ورشات لخياطة وصناعة الأقنعة الواقية من فيروس كورونا وتوزيعها على مختلف المؤسسات التربوية، المواطنين والمؤسسات العمومية. جهود جمعية بسمة تحققت بفضل تضافر الخيرين وحرص المتطوعين على خدمة الأرامل والمعوزين والضعفاء في المجتمع.